إلى كلمة العلم والعلماء مع فارس من فرسان الدعوة إلى الله عز وجل، من يلتزم الوسطية والسماحة وأخلاقيات هذا الدين، مع فضيلة الداعية الكبير الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. يا من أنت حقيق بالحمد والثناء، ونستهديك يا هادي الحائرين ويا موقذ التائهين، إذا ما استناروا بنورك وحكموا بحكمك وساروا على هدي كتابك وسنة نبيك. ونصلي ونسلم على أفضل خلق الله وأزكى خلق الله وأنقى خلق الله وأتقى خلق الله، صاحب خير أذن وعد آخر إرسال السماء إلى الأرض، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أفصح من نطق وأروع من أبا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه عدد كمال الله وكما يليق بكماله. أما بعد، فيا أتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره أو ولدا صالحا أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلقى بها الله بعد موته. الحديث أخرجه ابن ماجه في سنن وابن خزيمة في صحيح، وإسناده حسن عند ابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، بعض من يدعون العلم يشيعون بين الناس أن الميت إذا مات فإن أعماله تنقطع ولا يصل إليه أي ثواب بعد وفاته، والمتوسطون منهم يذكرون الحديث الذي تحفظونه جميعا والذي يقول فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لكن الذي يطلع على سنة الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن هناك أعمالا كثيرة إذا ما قام بها المؤمن في حياته فإن الله عز وجل يجري له ثوابها
بعد أن ينتقل إلى رحمة الله تبارك وتعالى. وعندنا الأدلة متضافرة من كتاب الله ومن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أذكر دليلا أود أن أقول: سمع أحد الفقهاء أحد السفهاء يتحدث في حق الصحابة والتابعين وتابعي التابع، فسأله عدة أسئلة. سؤال: يا بني، هل أنت من الذين قال الله تبارك وتعالى فيه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون؟ قال: لا. فهل أنت من الذين قال الله تبارك وتعالى فيه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟ قال: لا. قال: إذا أنت من الذين قال الله فيهم: والذين جاءوا من بعدهم. هذا هو موطن الاستشهاد. يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: لا. فرد عليه شيخي وقال له: أخاف أن تكون من الذين قال الله فيهم: ألم ترى إلى الذين إذن حين نقرأ هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم التابعون وتابعوا التابعين ونحن إلى أن تقوم الساعة، نحن الذين جاءوا من بعد الأنصار ومن بعد المهاجرين، ونحن نؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يقولون: ماذا طلب الله مني ومنك بنص القرآن الكريم أن من انتقل من آبائنا وأمهاتنا وذوينا إلى رحمة الله تبارك وتعالى فيجب علينا بنص القرآن أن ندعو الله تبارك وتعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان؟ وأنت معي في أن هناك بعض من يدعون العلم يذهبون ليشيعوا الموتى إلى المقابر، فإذا ما دعا إنسان جهرا وجدت من يقول له إن هذه بدعة، وإذا وجدت من يقرأ عليه القرآن يقول: لا، هذا لم يحدث أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء أقولها جهرا وعلانية. يجب عليهم أن يعيدوا ترتيب أوراق من الداخل مرة أخرى وأن يصححوا مفاهيمكم المغلوطة، لأنهم إن كانوا قد عرفوا شيئا فقد غابت عنهم أشياء. والحديث الذي معنا يبشرني ويبشرك ويبشر المؤمنين أجمعين، لأن هناك أمورا سبع. الرسول لم يقل بأن هذه الأمور السبعة تجتمع في واحد، لا 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 لأن ديننا الإسلامي كما قال حبيبنا أستاذ محمد دين الوسطية ودين الاعتدال. لو قمت بأي عمل
من هذه الأعبان السبعة، أو لو قمت أنا ثم انتقلت إلى رحمة الله وكنت أقصد بهذا العمل وجه الله، فإن الله يجري لي ثواب هذا العمل ما دمت في دار البرزخ وإلى أن يقوم الناس لرب العالمين. والحديث صحيح إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته. رقم واحد علما علمه ونشر. وأود أن أقول للناس أجمعين بأن العلم في الإسلام أوسع دائرة، لا يقتصر على العلم الديني فقط. وإن كان الإمام الغزالي لما أراد أن يتحدث في المئة الصفحة الأولى من كتابه الإحياء رتب العلوم التي يجب علينا أن نعلمها أبناء المسلمين، وبدأ بالعلم الدين حتى تكون عندك أرضية تستطيع أن ترد بها على هؤلاء الذين يهاجمون الإسلام آناء الليل وأطراف النهار. وبعد ذلك تخصص في أي لغة من اللغات، تعلم لغات العالم، تخصص في الطب، في الهندسة، في الفلك، في الرياضيات، في الفيزياء، في الكيمياء، في الأحياء، أي لون من ألوان العلم. إذا قصدت بذلك وجه الله فإن الله عز وجل بعد أن تنتقل إلى رحمة الله يجري لك ثواب هذا العلم الذي تعلمته والذي علمته والذي نشرته بين خلق الله تبارك وتعالى. وعيسكوا تستحملوني شوي، لأن مولانا رطب قلوبنا وحبب إلينا قرآن ربنا حين ختم بهذه الخمس الآيات من أول سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وبعض الناس اللي بيتكلموا عن اقرأ بيفكرين مفكرين ان اقرأ دي يعني فك الخط خط 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 يعني اكتب. لا 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 لا، القراءة كما عرفتها في بعض المؤلفات هي الأداء اللفظي السليم وفهم القارئ لما يقرأ ونقده إياه وترجمته إلى سلوك يحل مشكلة أو يضيف إلى عالم المعرفة عنصرا جديدا. هذه هي القراءة التي أرادها قراءة. لماذا؟ لأنها مفتاح التعلم. ورحم الله مشايخ وأسيادنا وبارك الله في أسيادنا الذين يحفظون أبناء المسلمين كتاب الله تبارك وتعالى. وهؤلاء جميعا قد أخذوا جائزتهم سلفا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلم. لقائل أن يقول إن الأمم الأخرى قد تحضرت وقد تقدمت وقد وصلوا إلى القمر وإلى ما وراء القمر. أقول لكم نعم 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 نعم، لكننا أمة اقرأ وهم إنما يقرؤون ويتعلمون بمنهج أرضي لا علاقة له بالسماء. أما أول آية في القرآن الكريم
الكريم، فإن الله عز وجل يقول لي ولك ولكل مسلم ومسلمة: اقرأ باسم ربك. إذا أردت أن تقرأ يجب عليك أن ترتبط بمنهج السماء، وليس المراد فقط أن تكون القراءة باسم الله، ولكن الآية تتسع وتتسع من أجل أن تقول لك إذا بدأت في القراءة فابدأ بسم الله، إذا أردت في التعلم فابدأ بسم الله، إذا أردت أن تأكل فأكل بسم الله، إذا أردت أن تشرب فاشرب بسم الله، إذا أردت أن تتحرك فتحرك بسم الله، إذا أردت أن تسكن فاسكن بسم الله، حتى يكون معنى الآية في النهاية: يجب على المسلم أن يجرد حياته كلها أسبابا وغايات لله عز وجل. والعلم في الإسلام عندنا وسيلة لغاية، أما العلم عند الأمم الأخرى فهو غاية في حد ذاته، يعني يتعلمون العلم ويجلسون في بروج عاجية ليقبضوا مئات أو ملايين أو آلاف الدولارات، ويصنعون الزر ويصنعون القنابل التي من الممكن أن تدمر العالم، لأن العلم عندهم ليس مرتبطا بالأخلاق. أما العلم عند أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مرتبط بالأخلاق. لا تحسبن العلم ينفع ربه ما لم يتود ربه بخلق. يبقى إذن أول حاجة تجد ثوابا بعد أن أعيش أنا في هذه الدنيا 60 أو 70 أو أنت أقل أو أكثر، وتنتقل إلى رحمة الله تبارك وتعالى وتطرد هنا فريدا وحيدا كما قال القائل: تفكرت في حشري ويوم قيامتي وإصباح خدي في المقابر ثاوي فريدا وحيدا بعد عز ورفعة رهينا بجرمي والتراب وسادي، تفكرت في طول الحساب وعرضه وذل مقامي حين أعطى كتابي، ولكن رجائي فيك ربي وخالقي لأنك تغفر يا إلهي خطائي. حين تذهب إلى هناك ويتركك الأهل والأصدقاء والمشيعون وتبقى هناك مرتهنا بعملك، يجري لك الله تبارك وتعالى أول ثواب وأول حسنة أرشد إليها من لا ينطق عن الهوى في هذا الحديث النبوي الشريف، وهو: علم علمه ونشره. رقم 2: او ولدا صالحا ترك. وانا اقول وفي حلقي غصة في انه قد ضاع من بين ايادينا الان جيل او 2 أو 3 من الشباب، هم تائهون، هم حيارى، أصبحوا نهبا لوسائل الاتصال الاجتماعي كما يقولون، وأصبحوا يتلقون الأكاذيب والافتراءات ليل نهار، ومعظم ما يبث في هذه الأجهزة إنما يسلخ الشباب من عقيدته، لأن العالم كله اللي هم أعداء الإسلام لا يريدون منا إسلاما حقيقيا، وإنما يريدون منا إسلاما شكليا أو ظاهريا. ودائما أقول وأنت معي في أن الله عز وجل لا ينظر أبدا
أبدا إلى القوالب، وإنما ينظر ربنا دائما إلى القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنا أسأل نفسي وأنت تسأل نفسك ماذا فعلنا في تربيتنا لأبنائنا حتى يكون أولادنا أولادا صالحين؟ فإذا ما انتقلنا إلى رحمة الله فإنهم يعدون ثوابا لنا ورصيدا من الحسنات يضيفه الله تبارك وتعالى إلى ميزان حسنات. حديث واحد رواه الإمام الطبراني عن علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال. واحد حب نبيكم، اثنين حب آل بيت نبيكم، ثلاثة وتلاوة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع أولياء الله وأصفيائه. نقف أمام هذا الحديث ونسائل الأمة، كل الأمة، المعنى تربية الأبناء أنك توفر لولدك مبالغ من الأموال من أجل أن يأكل ومن أجل أن يشرب ومن أجل أن يتعلم. أين القيم؟ أين التربية على أخلاق الإسلام؟ أين هم من معرفة سيرة رسول الله، سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يعدون معجزة كبرى لرسول الله بعد القرآن الكريم؟ إذن لا بد أن تترك أنت بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدا صالحا يدعو لك. والولد لا يمكن أن يكون صالحا إلا إذا ربيته من حلال. وانت عارف ان سيدنا سعد ابن ابي وقاص اللي الرسول عليه الصلاة والسلام كان لما يشوفه جاي يقول عليه: هذا خالي فليرني امرؤ خالي. سيدنا سعد الذي كان يتصف بانه الاسد في براثن كان لا يرمي هدفا الا اصابه، ولا يدعو الله دعاء إلا استجاب له. سيدنا سعد ليه ربنا استجاب له الدعوة؟ لأنه جه للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. أنتم عارفين الرسول عليه الصلاة قال له إيه؟ قال له: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجابا. ومن العجب أن أناسا ينتسبون إلى المسلمين يجمعون مالا من حرام أو من شبهة حرام، وتجدهم إذا ما دخلوا المساجد راكعين ساجدين مخبتين ويرفعون أيديهم إلى السماء ويقولون: يا رب. ومع هذا فإن العلاقة بينهم وبين السماء متقطعة، لا يرفع لكم دعاء إلى السماء. ليه؟ لأنكم لم يطيبوا مطعمكم، وإن صلوا وإن صاموا وإن فعلوا ما فعلوا، إلا أن طيب الطعام هو الأساس الأول في إجابة الدعاء. وإحنا عارفين بأن المرأة حين كانت امرأة مسلمة وأيام أن كان الإسلام إسلاما، كان واحد زي حالات أو حالات إذا ما خرج في الصباح من أجل أن يذهب إلى عمله، إلى حقله، إلى مصنعه، إلى تجارته، إلى كليته، إلى وظيفته، تقول له: اتق الله فينا ولا تتعمد أن تأتينا بمال من حرام، فإن
أننا نصبر على ألم الجوع في الدنيا ولا نصبر على حر نار جهنم في الآخرة. يبقى واحد من الأعمال اللي أنا أو أنت بعد أن نموت ربنا سبحانه وتعالى يجري لنا حسنات كثيرات بالملايين بالمليارات. رقم واحد ايه؟ علم علمه وايه ونشره. رقم اثنين ولد صالح ترك. رقم ثلاثة مصحف نشر. مصحف نشر. نعم انا عايز اعلم نفسي واعلم الناس ان قبلوا مني بان لو وجد في بيتك 100 مصحف فقرأت في مصحف واحد وتركت 99 او قرأت في 99 وتركت مصحفا واحدا لحاجك هذا المصحف امام الله يوم القيامة وقال كما حكى القرآن ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فليس العبرة بكثرة المصاحف او نتبرك بطبعا وبركة كل بركة او نتبرك بالمصحف في السيارة او في الشركات او في البيوت او عشان ربنا يطرد عنا الشياطين وشياطين الانس دلوقتي اكثر واعتى واقسى من شياطين الجن. لا ليكن عندك مصحف واحد ولكن لا تهجر هذا المصحف انظر فيه في كل يوم فان النظر في المصحف عبادة. يبقى مصحف او مصحفا نشره يوم القيامة. وطبعا مشايخنا واولياء الله عارفين بان الحفاظ الذين كانوا يحفظون القرآن ويحفظون القرآن اولا ربنا قال عنهم انا لي من هم يا ربنا اهل القرآن هم اهل الله وخاصته الذين اتخذوا القرآن ظهريا. لا الذين يستحسنون سماع القرآن وفقط. لا الذين يقرؤون القرآن يتدبرون القرآن يحاولون ان يعملوا بما جاء في القرآن. وبقول يحاولون ليه؟ لان في وقعة حصلت ايام سيدنا عمر بن الخطاب جماعة من شباب مصر قالوا الله ده القرآن بيقول كذا وكذا وكذا وربنا احل لنا كذا وحرم لنا كذا لكن الناس ما بتعملش الا بالقليل. فقالوا يلا نروح لسيدنا عمر في المدينة ونقول له الناس يقرؤون القرآن لكن لا يعملون به الا قليل. عمل ايه فيهم سيدنا عمر؟ قرعه وأنبه وكاد يعلوهم بدرته وقال لهم ألم تعلموا بأن الله يعلم أنه ستكون هناك خطايا وستكون هناك سيئات. هو أنتم ملائكة أنتم بشر لكن ليس معنى هذا بأن الناس تتهاون في العمل بما جاء في القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا حديث يمثل قمة الرحمة والوسطية في الإسلام بيقول إيه؟ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما فيهش فصال. انا نهيتكم عن كذا وكذا وكذا اوعوا تعملوه. طب وما امرتكم به اعملوه كله فاعملوا منكم ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثرتهم مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. والشيخ حجاج بيقرا يسالونك عن الساعه. تذكرت موضوعا مهما جدا وده بقى رزقي ورزقكم اللي هو ورد في كتب علوم القرآن بأن الصحابة ما سألوا رسول الله إلا 14 سؤالا فقط منهم 8 في سورة البقرة والباقي في السور الأخرى. يعني هتعد يسألونك هتلاقيها 14 وأنا عملتها في برنامج في العام الماضي في إذاعة البرنامج العام. يسألونك ليه؟
لأن أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائل واستسألش عن كل حاجة. وانت عارف ان بنو إسرائيل لما قعدوا يسألوا البقرة، طب البقرة شكلها ايه، طب لونها ايه، طب مش عارف بكر ولا ثيب، مش عارف يشددوا، فشدد الله تبارك وتعالى عليهم. ولذلك الصحابة كانوا يقلون أدبا واحتراما من أسئلة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يحبون أن يأتي الأعرابي من البادية فيسأل الرسول والرسول يجيبه، وهم يستمعون إلى إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تلاقي واحد عنده علم ما تقعدش في مرة واحدة كده تقول له قل لي كذا وكذا، وعايز تسأل عن كل حاجة، لا اسأل عن أشياء ودع أشياء أخرى. وهذا لون من ألوان احترام العالم واحترام العلماء. يبقى أو مصحفا نشره، ماشي. بعد كده أو مسجدا بناه. وأنا تأملت الآية بتاع سورة التوبة اللي انتوا حافظينها جميعا، فلقيت ربنا وصف من يعمر المساجد، ما قال المساجد ومساجد دي زي ما المشايخ عارفين صيغة منتهى الجموع على وزن مفاعل، يعني بتدل على الكثرة، زي ما الشيخ قرأ في بيوت، ربنا ما قالش في أبيات لأن أبيات جمع قلة، إنما بيوت جمع إيه؟ يبقى في كل مكان حيبقى أذن الله بأن يبنى مسجد في هذا المكان قبل أن يخلق السماوات والأرض، يبقى لابد أن يبنى هذا المسجد. وزي ما حبيبي حسن محمد قال عمارة المساجد إما أن تكون عمارة حسية وإما أن تكون عمارة معنوية، خير صحبة هي صحبة المساجد، وأبقى صحبة هي صحبة المساجد. وانت عارف سبعة يظلهم الله في ظل يوم إيه؟ لا ظل إلا ظل من ضمنهم ورجل قلبه معلق لليه المساجد، يعني بيسأل دايما يا ترى الظهر ولا العصر، مش بعد ما الواحد يطلع على المعاش يعمل كده، لا المفروض انك انت في مرحلة الشباب مش كده ولا ايه، وشاب نشأ من ضمنهم برضه في عبادة رب. يبقى انما يعمر مساجد الله من آمن بالله اليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى. أنا سألت نفسي اشمعنى، قال طب ما احنا عندنا الإيمان بست حاجات، ستة أشياء، ها اللي هي بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيري وشري. اشمعنى هنا قال آمن بالله واليوم الآخر؟ لأن اللي بيبني مسجد زي ما مولانا ذكر الحديث يبتغي به وجه الله، يبقى بيدور على الآخرة ما بيدورش على الدنيا. ولذلك قال هنا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، يبقى هيؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر كده ولا ايه؟ طيب وأقام الصلاة. وأنا دايما بقول صلاتي أنا مش صلاة، كنت أحتاج إلى صلاة، وصومنا رمضان يحتاج إلى صيام. ليه؟ لأن نحن نصلي عادة ولا نصلي عبادة. ورحم الله الصحبة الكرام الذين كان يقول قائلهم أنا بصلي ولو قبل الله مني ركعتين اثنتين طول حياتي لفزت بخيري الدنيا والآخرة. يبقى الصلاة عايزة بتعمل كده ليه؟ زي ما علمونا مشايخ الله أكبر، بتطرح الدنيا وراءك وتقبل على الله. ولذلك المشايخ حافظين الحديث وانتوا سمعتوه آلاف المرات، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمته ولم يستطل بها على خلقه ولم يبت مصرا على ما فعل وقطع نهاره في ذكر، ورحم الأرملة والمسكين وابن السبيل ورحم المصاب، ذلك نوره كنور الشمس أكبر.
أملأه بعزتي وأستحفظه ملائكتي. ومثله في خلقي كمثل فردوس، وإحنا في مسجد فردوس اللي هو أعلى مكان في الجنة. مثله في خلقي كمثل فردوس فين؟ في الجنة. يبقى آمن بالله اليوم الآخر وأقام، يبقى ربنا عايز منا نقيم الصلاة، يعني تدخل في الصلاة فتزداد قربا من الله، لأن ربنا قال لك كما ورد في آخر سورة العلق اللي ختم بها شيخنا: واسجد واقترب. واسجد وإيه؟ واقترب. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ ساجد. فأكثروا من الإيه؟ من الدعاء. عمارة المساجد عشان كل واحد يطمن، عمارة حسية وعمارة معنوية. ناس ربنا أكرمكم وادخروا مال وابتنوا مسجدا، يبقى ثوابهم بإذن الله. وغالبا اللي بيبني جامع ده ما بيبنيش عشان الناس يقولوا عليه ده بنى جامع، لا 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 لا، وبيخلص النية ويصحح النية عشان خاطر عايز يلاقي ثواب ذلك عند الله. يبقى كل من قرأ في المسجد الذي بنيته أنت، وكل من ركع، وكل من سجد، وكل من أذن، كل ده حسنات تلحق بإذن الله من كان سببا في بناء هذا المسجد. عمره عمارة حسية أو عمارة معنوية. وأنا بقول دايما إن الإسلام، خلي بالكم يا شباب، إن الإسلام قد عني ببناء الساجد قبل أن يعنى ببناء المساجد. مش عايز ابني جامع يجي له واحد له توجه معين ويقعد يقول لهم ده بدعة وده حرام وده شبهة. يا ابني حرام عليك، حرمة عليك عشتك. لا تبدع الناس ولا تفسد الناس. المسجد ده موجود كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي. فانت حاول ترغب الناس في بيوت الله ولا ترهق الناس من بيوت الله تبارك وتعالى. وذلك انا بقول احنا عندنا دعوة لكن ليس عندنا فقه لهذه الدعوة. عايزين الناس يفقهون. قبل ما تتكلم مع الناس يبقى يجب عليك ان تفقه اولا. ليس المهم كما قال المثل العربي: جعجعة ولا ارى طحنا. ومولانا يعلي صوته ويقول وبتاع وعايز في الاخر ما ينتهي يروح لاستاذ انف واذن وحنجرة. لا، انا عايز تأخذ كما قال لي شيخ آية قرآنية، حديث نبوي شريف، حكمة، سطر من التراث، وتحاول ان تفهمه وان تفهم الناس، وبعد ذلك تحاول جاهدا انك انت تطبق ما تقوله، لان ربنا حيقول لي انا ابلكم: يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. يبقى عمارة المساجد حسية تشارك تدفع ولو جنيه، وعمارة معنوية يعني عايزين نعمر المساجد بعد ان بنيناها وزخرفناها، يبقى المسلمين يجوا عشان خاطر يعمروا المساجد عمارة معنى. ولذلك الآية القرآنية التي قرأها شيخنا: في بيوت أذن الله أن ترفع. مين اللي كان يصدق بأن في هذا المكان سيبنى مسجد؟ ده قبل أن يخلق الله السماوات والأرض والناس في عالم الذر. ربنا خلق الناس اللي هم حيبقوا سبب، حيتبرعوا بالأموال، واللي حيقفوا، واللي حيشاركوا، واللي حيقولوا رأي كويس. كل هؤلاء أو فكرة تنفع المسجد، كل هؤلاء سيثيبهم الله عز وجل ثوابا جزيلا يوم القيامة. والحسنات بعد ما يموتهم حتى النيه موجودة. القيامة حتقوم امتى؟ الله اعلم. بعد 1000 سنة، بعد 2000، بعد اقل او اكثر. الحسنات حتروح لهم يوم 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 يوم. ماشي. في بيوت اذن الله ان ترفع. لما تبنى المساجد؟ ليذكر فيها اسم الله.
بالصلاة ماشي، بقراءة القرآن ماشي، بالأذكار ماشي، بالدعاء ماشي، بأي لون من ألوان الطاعة وسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. أطول ولا أخلص يا مولانا؟ رجال. الوليد بن عبد الملك كان في مجلسه كده يأتي جماعة، وبعدين فيه واحد يلبس الجلابية الجوخ، معلش انا هتبسط بقى، انت تصرف، والعباية وما يعرفش حاجة ابدا، لا في العلم ولا في السياسة ولا في الملك. رايح فين يا عم الحاج؟ رايح عند امير المؤمنين الوليد بن عبد الملك. جاي من عند امير المؤمنين. طيب، فاراد امير المؤمنين ان يعلمه وان يعلمنا درسا. ففي يوم من الايام كده وجه اليه عده اسئله. هو عيب ان يبقى في واحد ما تعلمش؟ لا، اما المتعلمين هيعلموا مين؟ ما هو الناس لابد ان يختلف، مش كده ولا ايه؟ يختلف يعني عالم وغير عالم، مش عارف صانع وغير صانع، طبيب ومريض، مش كده ولا ايه؟ وهكذا. وكل واحد، كل زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام، كل ميسر لما خلق له. فالوليد بيقول له: يا هذا، أفتقرأ القرآن؟ قال له: لا يا أمير المؤمنين. صن شوية كده وقال له: أفتعرف الفقه؟ قال له: لا يا أمير المؤمنين. قال له: أفرويت من الحديث شيئا؟ قال له: لا يا أمير المؤمنين. قال له: لا. أمال أنت يعني تعرف إيه يعني؟ وبعد شوية أعرض عنه، باللغة بتاعتنا طنشوا يعني. ففي واحد قاعد كده قال له الراجل ده، الراجل عرق، وراجل كبارة كده ووزنه 2 طن ولا حاجة، فبيقول بينبه أمير المؤمنين ويقول له: هذا الرجل، عارفين رد عليه وقال له إيه؟ قال له: اسكت فليس معنا أحد. اسكت. انا عملت حلقه زمان في برنامج حديث السهره عنوانها اسكت فليس معنا ايه؟ لاني مش عارف قران، مش عارف حديث، مش عارف شعر، مش عارف فقه. امال بيقعد في بعد ما يقعد في الجلسه التي تناسبه اللي هو لوطاكم في نابل، مش كده ولا ايه؟ يبقى كنا بنقول ايه يا مولانا؟ ثم ولد، وبعد كده مصحف، وبعد كده مسجد ايه؟ مسجد. يبقى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه رب، يسبح له فيها بالغدو والاصل رجال. وصفتهم ايه بقى؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هل حرم الله التجارة؟ لا. امال قال لك تاجر بس تبقى امين وصادق. ليه؟ لان الرسول عليه الصلاة ذهب إلى السوق يوما عشان التجار يسمعوا، وقال لهم: يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. إن التجار إيه؟ يبعثون يوم القيامة إيه؟ فجارا إلا من اتقى الله وبر وإيه؟ وصدق. ولذلك لما الواحد من الصحابة بيسأل الرسول: خير بقاع الأرض؟ قال له: استنى لما أسأل جبريل. فسأل جبريل، فجبريل قال له: استنى لما أسأل ربنا. فسأل الله فقال له: خير البقاع في الأرض المساجد، وشر البقاع في الأرض الأسواق. وده ورد في الترغيب والترهيب للإمام الإيه؟ المنذر. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أيوه. عارف يوم القيامة كما ورد: إذا كان يوم القيامة نادى مناد، سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم.
كل الناس هتستنط مين اللي ربنا هيكرمه في هذا اليوم. ليقض الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قد. ثم ينادي الثاني سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم. ليقض الذين كانوا يحمدون الله على السراء والضراء فيقومون وهم قليل. الثاني سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم. ليقض الذين كانت لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومون وهم قليل. فيؤذن لكم بدخول الجنة ثم يحاسب سائر الناس. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والعين. أو مسجدا بنى بعد كده أو بيتا لابن السبيل بنى. وده كان موجود زمان في بلدنا وبلدكم أن يبقى فيه بيوت للناس المسافرين وبعد كده يجوا على شخاطر يرتاحوا في هذه البيوت ويقدم لهم الواجب الطعام والشراب وما الى ذلك. ابن السبيل هو ابن الطريق او الايه او المسافر. برضو لو بنوا او ابتنى انسان بيتا لابن السبيل وضيف ابن السبيل المسافر او ابن الطريق يبقى هياخد الثواب بعد ان ينتقل الى رحمة الله تبارك وتعالى. بعدين او نهرا أجرى. النهر ده يساوي زي الترمبة اللي انت تعملها على راس الغيط بتاعك او حنفية مية او السبيل تعمله وتقصد بذلك انه صدقة جارية ربنا يبعث لك الثواب بتاعه. كل من شرب منه شربة فربنا هيبعث لك ثواب هذه الشربة يوئنا ويدخرها لك في ميزان حسناتك يوم يوم القيامة. وبعد كده ايه او صدقة صدق اللي هي الصدقة الجارية. وطبعا نحن في عصر استبد فيه الاغنياء بأمواله وبخلوا فيه على الفقراء. والكلام اللي انا حقوله دلوقتي مش من عندي ده من عند الصحف الكرام. بيقولوا بأن الله جعل في كل قرية ومحلة من الأغنياء من لو أخرجوا زكاة أموالهم بحقها ما وجدت فقيرا في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر خبر قريته امبارح بأن مصر على مستوى العالم رقم 3 في المليار ديرة. رقم 3 على مستوى العالم في مين؟ مليار ديرة تصنيف مصر يعني على مستوى العالم. هيروحوا فين دول من ربنا؟ هل ربنا يحارب الثراء ولا الغنى؟ لا 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 ده ربنا بيقول لك ثلاث حاجات. صلى يكون عندك مال قروض. ايت بالمال من حلال واصرفه في حلال ولا تنس حق عباد الله في هذا المال. يبقى صدقة يخرجها في صحته وفي حياته. وهو لما تقدم وانت لسه شاب وانت لسه قوي وانت لسه فيك الصحة وتقدم هذه الصدقة لوجه الله تبارك وتعالى صدق بها على الفقراء المساكين وعلى اقربائك اولا عشان يبقى الثواب بتاعك مضروب في اثنين ستلقى ثواب ذلك أمام الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعد فإن في عنقي دينا ما دمت أنا في شوشان. أبدأ بهذا الدين من سنتريس وصديقنا وزميلنا الراحل
الأستاذ صلاح جمال الدين رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، الذي كان بلبلا صداحا ولغويا دقيقا وشاعرا متدفقا في إذاعة القرآن الكريم. فإذا ما انتقلت من سنتريس إلى منيا الدويب فإنني أتذكر شيخي وأستاذي الأستاذ الدكتور عبد المنعم عبد الله محمد رحمه الله، أستاذ أصول اللغة الذي تعلمت أنا منه الكثير والكثير، بارك الله في أولاده وفي إخوته وأجزل له الثواب والرحمة. فإذا ما جئت إلى شوشاي فإنني أقول لأخي أستاذ محمد مصطفى المذيع القدير المدقق اللغوي المحقق: ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمة. حياكم الله وبياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كفى بالعلم في الظلمات نورا، يبين في الحياة لنا أمورا، فكم نال الذليل به اعتزازا، وكم لبس الحزين به سرورا، تزيد به العقول هدى ورشدا، وتستعلي النفوس به شعورا. استمعنا أيها الإخوة الكرام إلى عالمنا وتاج رأسنا فضيلة الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. وأبدا ودائما أنا الذي مدان لهذا العالم، لأنه وبصدق يتصف بحلم فقده الكثير من العلماء، ويتصف بعلم ادعاه الكثير من المدعين، وتواضع هذا العالم يجعلنا دائما نطمع في كرمه.